كنا نولد نولد احنا ويا نفس البيت نولد اي انا ويا نفس البيت وام السابق يعني زين. من عمره يوم هو يم الطفل اي الى ان صار عمره 8 اشهر وطلقت 8 اشهر اي بعدين انفصلت عنه انفصلت الام موسى انفصلت عن هذا وبقى ربيتي حاله حال اولادك ايش قد ما عندي اولاد انا كلهم كبار ما عندك اي كلهم كبار اي بس هو حاله حال هو الطفل الوحيد ببيتنا هو وحمودي قد عمره ربيتي انت يعني بعد ما انفصلت سنتين وتزوج ابوه تزوج المجرمة عذراء تمام من الزواج ان اخذ الطفل من اخذ اول شهر نعم. بدات بالتعنف به قطعه الحليب عنه نعم اول ما زينت شعره صفر كان شعره كلش يعني طويل وكان نعم. الولد كلش يم السمين وزنه كلش يعني نعم. من اول شهر الطفل تغير حابس بالحمام زين وهو وحمودي هماتي يعني بعدين صارت مشكلة أنا على مود حمودي رادت تخلي أبوي كتلة تعاركت وياها زين على مود حمودي أبوي كتلة فتلاقينا وياها تعاركنا رجع لنا الأطفال إلي والوالدتي الله يرحمها رجع موسى وحمودي يمي عيشون زين عاشوا يمنا كل هاي الفترة تمام بعدها شالوا للخطيب أنا وياها كنتنا نفس البيت بعدين بعت لي إياه هو نعم. باع البيت راح للخطيب نعم أخذهم نعم وأخذ موسى موسى عمره 3 سنين ونص طب الرابعة جاني الطفل محترق ظهره كله محترق الطفل محترق جدا موسى نعم 3 سنين ونص طاب الرابعة زين راحت والدتي الله يرحمها واختي جابوه من الخطيب جابوه لنا الاب يدري موسى. من اجى الاب يقول له هو حرق روحه بالحمام هو الطفل هو موسى قال هي حرقتني اي وبقى الطفل يمي لحد ما انا عالجناه وبقى يمنا شلون احترق بالحمام يعني يقول هو دار المي الحار على ظهره هو من احترق من رقبته الظهره سترافيف يعني طفل ما معقوله الا واحد داير عليه دير لحد زره لحد رجليه يدير الطفل من المي لحد ظهره يعني حد زره يعني هو يدخل يصبح وحده ما اعرف بس هو قال هي حرقتني محروق من ظهره رقبته لحد رجليه لحد هذه احترق حرق كلش قوي نعم بحيث بقى يمنا الطفل عالجناه نعم عالجناه وبقى حمود يمنا والطفل يمنا لحد ما سجل مدرسه لحد ما هاي بقى يمنا نعم مدرسته ما بلغتوا احد لما شفتوا هذه الاحداث بدها تصير وياه ابوه قال لا مو هي اه اي الاب قال لا مو هي حرقته زين أي. وبعد وراها ايش صار بقى الطفل يمنا عايش اي يمي اني موسى يمي أي. موسى كلش يعني يمي يعني وحمود يم امك نعم الله يرحمها زين أي. لحد ما اخذهم 20/10 سنة 2022 أخذهم قال نقلت هاي الأخيرة هاي الأخيرة هاي آخر شيء هاي 10 أشهر هاي آخر شيء العشر أشهر ما شفت موسى بعد أنا ورا ولا وفاة والدتي زين ما شفت موسى غير 28/12 كان خطار يم بيت أختي ويبكي علي الطفل قلت تعي أخذي يوم وثاني يوم رجعته قالت أبوي يريده نعم شفت موسى 28/12 آخر شافه اللي بات يمي يوم ما عاد بالبيت نعم من بعد يعني هاي بعد ما شفته بعد ما شفتيه أبد زين آخر مرة شو وقت شفتيه 28/12 آخر مرة لا أقصد ورا ما أخذ من عندكم ما شفنا بعد ما شفته ما شفنا مدرسته هناك داوم لحد ما توفى أي لحد ما توفى تعقيبا نعم. إحنا قبل هسه أنا دخلنا بالشغلات الاجتماعية نعم أنا عندي عتب وما دام الأخوة الأساتذة محظورين عندي عتب اليوم على الدفاع المحامي إحنا نقول القانون العراقي من حق أي مجرم يدافع نعم يخلي له محامي موكل ويدافع عنه زين بس اليوم المحامي او اللي هذا مسؤول امام الله لانه هو قاسم نعم. بانه يدافع الحق وينصف المظلوم نعم. هذا يمكن هذا من شروط يعني شغله حقيقه انسانيه اليوم اي واحد مظلوم ينصفه نعم. انا اليوم عتبي على المحاميه اللي تدافع على هاي المجرمه هسه مجرمة ما اندعت بهذا الادعاء اليوم اللي اندعت به المحامية وهو يعني من ضمن تقول هذا الطفل بيه توحد اوف اي والله ما بي كل شيء والله والله شوف الظلم اللي موجود يعني لا تسمحي لي هسه لا المجرمة ادعت ولا اهلها اندعوا لا هي اللي اندعت نعم. يعني هسه هي من مجرد حفنة فلوس نعم. اجي ابيع هيك ضميري نعم. واجي واقول هذا الطفل هذا بيتوحد وياخذ صابون وياكل زاهي نعم. مع العلم هو بالثاني ابتدائي والمفروض بالثاني ابتدائي ما يسجلوا مدرسه بالتوحد نعم. مصحيح نعم. مدرسه حكوميه نعم. درجاته ما شاء الله هو ناجح حتى بهاي السنه هو خطيه ناجح طيب زين يعني هذا الادعاء بالمحاميه اللي قدام القضاء وتقول هذا هيك وهيك يعني هذا يعني شنو هاي الإنسانية اللي عتها هسه دافع على المجرمة نعم. دافع يقول يا به هذا غلط هذا ما عتها أطفال عتها نعم. نطلب الرأفة من المحكمة بس مال طفل مات مظلوم وأني أجي أظلمه
وتهمه يعني شغلات هو بريء. تقصد انه هي كانت سبب بتخفيف الحكم يعني تخفيف القرار؟ يعني حتى لو مو كانت طريقتها يعني حتى نعم لو مو كانت مو يعني سبب. يعني انا اعرف شنو ده يقصد. يعني حتى على الرغم من انه الوطن العربي هو حتى لو من ضمن طريقتها يعني انا اتصور اي محامي اليوم ما يدعي حتى لو كانت مو طريقتها المفروض ما تحكي هالكلام. افترض ما حد يوقف وياها، ما حد يصعد وياه، مو صحيح ولا هسه انت دافعي، ما حد يدافع عنه دافعي. هسه المفروض والله انا اقول المحكمه هي اللي تعين المحامي، بس توقفين قدام المحكمه وتندعين بانه هذا الطفل بانه توحد عنده وياكل زاهو وياكل صابون واكثر من بره، قلنا الابو ما عرض، يعني هذا حرام عليها. هذا الفلس اللي اخذته من يمين هذا والله يصير عليها قحطوا على اطفالها اذا كانت عندها اطفال وعندها ذره من، يعني اشوف هذا يعني المفروض هذا اللي ألمني أكثر. نعم. الشاهد الله ألمنها. نعم. من شغلة الاجتماعي حقيقة أكثر الأخوة والمشاهدين يسألون ايه؟ وخاصة بشغلات الاجتماعي أنا أكو مرات أكو شغلات خصوصية ما أريد أحكي بها، أنا بس أريد بعد ما فاضل كيل حقيقة هذا الطفيل يعني أحكيها للأمانة هذا ذهب ضحية أمه وأبوه. أي بالبخت عجي أمه وأبوه أول الحقيقية والله أمه وأبوه ضحية أمه وأبوه. ليش؟ أي. البنية هاي الزوجة تحققت أم الطفل كانت بنية صغيرة، من صار خلاف الخلاف يصير عائلي. نعم. يابا قالوا يابا هاي عندها 2 أطفال، طبعا الله يرحمها جدة الولد والمرحوم موسى. يعني عدتها تحمل إنسانية والله ما حاملها كل بشر. نعم. عدتها حيل رحمه وعطف. نعم. جدة الولد بكتها إجوني قالوا يا با ترى هاي وهي شو القضية. المهم تدخليت يا معودين على الإصلاح يا معود عندك 2 أطفال، ومع العلم الأطفال ترى يعني مرابين عد عمتهم يعني عمتهم قريبة عليهم. نعم. وعدك أطفال وعندك هاي يعني قالت لا والله أنا أريد اطلب شو اسمه الطلاق. نعم. يا معوده مع العلم الله ايش قد ترجينا وسطنا. اخر شيء رحت على عمام البنيه اللي هم بالكاظميه وموجوده عندي، قالوا يا بعذرنا احنا ذني هاي لا الام مايا ولا البيت نقدر نتعامل وياها. طيب. النتيجه شلون؟ طيب. اخر شيء اريد لي فتجيبيل مقابيلي اريد احل هاي المشكله. نعم. اجاني رجال خلف الله عليه الله يذكره بالخير من شغل ابو عامر. نعم. قال يابا انا صديق ابوه المرحوم توفى واريد احل المشكله. قلت له ما يخالف احنا حاضرين. قال البنيه الطلاق زين. والطفل هذا بكتها من طلبه الطلاق عمره 8 اشهر. يابا هذا طفل يعني رضيع والله ما يقبل. قال والله لا تريدون الطفل لا هو ولا اخوه. نعم. وما يردون يتحملون المسؤوليه. يابا مو مشكله. في الاطفال يعني هي تندعي والله انا اول مره احكيها تندعي بالاعلام تقول هددوني واخذوا شاهد الله وهذا الاعلام يشهد عليه وهذا البخت اللي شايله لا واحد مهددها ولا واحد ماخذهم بالقوه. نعم. والله هي حتى اليوم القاضي سالها قال لها عندك شو اسمه شكوى وين تدعين هذا الدعاء كل شيء ماكو بس مقدمه على طلاق ما مشتكيه والله ما مشتكيه واخذوا الطفل الطفل هم عافوا بلادة عمره 8 اشهر وعمتهم تبن ورا شوف الشغله الانسانيه اللي عندها لها ورا ما ربت عمته الطفل وصار عمره يمكن سنه طلبوا وقالوا اريد نشوف الاطفال نشاهدهم. نعم. يابا صار الاطفال يشاهدونهم صار ويابا دزوهم شوف امهم وحقها. نعم. يعني وهم احنا ما نريد يعيشون بعيدين عنهم والله العظيم كل يوم تاخذ عليه مبلغ اي والله في القرآن كل واحد 25,000 أربعة أيام 100,000 عن أولادها اللي والله على مشاهدتهم بس أريد أنا أريد أعد هاي النقطة وأرجع لك بس أروح أنا كنت ما حاجة هذا حكي بس راح أنجبر أحكي إلى ست سهير لأنه الخط ده ينقطع وياها لأنه هي خارج العراق. نعم سيدة سهير القيس الإعلامية أرحب بيك مرة أخرى كسفيرة النوايا الحسنة لقضية الطفل والمرأة بالهلال الأحمر العراقي سابقا وأنت متابعة لقضية الطفل مغدور موسى. يعني أنا أريد أعرف ما هو رأيك بخصوص القرار الذي صدر بحق المدانة عذراء الجنابي. اهلا وسهلا اذا تسمعيني. مساء الخير وشكرا الاعلاميه رفيف على موقفها المشرف طبعا وشكرا للقناه الموقره لانه وقفت بجانب هذه القضيه والمظلوم الطفل موسى. نعم. اليوم انا حقيقه تلقيت ببالغ الالم والصدمه خبر اصدار هذا الحكم المجحف بحق قاتله
ومعذبة للطفل موسى. طبعا أنا